ولأول مرة يا فندم نعرض على سيادتك الطائرة بدون طيار المصرية كازموت. هكذا فاجأت مصر الجميع بالإعلان عن أول طائرة بدون طيار من تصنيعها 100%. لكن إن كانت الطائرة المعروفة باسم نوت تعرض لأول مرة، فأن المفاجأة الأكبر لمن لا يعرف باع القاهرة الطويل بتصنيع الطائرات ليس فقط المسيرة منها، بل الطائرات القتالية عالية القدرة والتسليح أيضا. إذ إن مصر كانت من أوائل الدول التي دخلت مجال تصنيع الطيران لولا ضغوط الاتحاد السوفيتي قبل عقود ومقاطعة البريطانيين، إضافة لعملية الموساد الإسرائيلي التي وصلت حد اغتيال مهندسي طيران وإرسال طرود متفجرة لمراكز التصنيع. إلا أن مصر عادت اليوم بطائرة مسيرة أسمتها نوت على اسم آلهة السماء عند قدماء المصريين. شارك بصنعها نحو 85 مهندسا وفنيا مصريا بعد حصولهم على تدريبات مكثفة بالتعاون بين مصنع الطائرات والكلية الفنية العسكرية، ما أنجح إنتاج طائرة بدون طيار متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة، بينها الاستطلاع التكتيكي وتحديد الأهداف لتصحيح نيران المدفعية مع تمييز وتتبع الأهداف، كما أن الطائرة مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية تلفزيونية رقمية، وتستطيع الطيران بسرعة قصوى تتجاوز 180 كيلومترا بالساعة، أما سرعتها الأقل فتصل إلى 110 كيلومترات بالساعة، فيما تحلق على ارتفاعات تزيد عن 5 كيلومتر، ويمكنها البقاء في الجو لما قد يتجاوز 14 ساعة. كما تشمل الطائرة المسيرة نوت منظومة DJ-400 لمجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار من خلال إعاقة وسائل التحكم والسيطرة بمدى يصل إلى 4 كيلومترات من جميع الاتجاهات، وهي قادرة على حمل 65 كيلوغراما من القذائف والقنابل ومجهزة للعمل مع الأقمار الاصطناعية. واليوم بات للطائرة نوت إصداران، الأول جاهز للبيع وهو المشارك في معرض إيدكس، إضافة لإصدار يتم تحديثه للمشاركة في إيدكس العام المقبل. طائرة حلوان والموساد. رغم أن مصنع الطائرات الذي يعد الركيزة الأساسية لصناعة الطيران في مصر منذ إنشائه عام 1950، أسهم بالعديد من مجالات تصنيع وتجميع الطائرات، بداية من طائرة التدريب النفاثة القاهرة 200، والطائرة المقاتلة الأسرع من الصوت القاهرة 300، وطائرة التدريب الراقي الألفا جيت، وطائرة التدريب التوكانو، وصولا إلى طائرة التدريب المتقدم والمعاونة الأرضية K8E. إلا أن اللبنة الأولى في صناعة مصر للطائرات بأيد مصرية كانت مع طائرة حلوان التي لطالما حلمت بها مصر منذ الستينات. فبعد العدوان الثلاثي على مصر أيقنت القاهرة ضرورة تصنيع مقاتلاتها بنفسها، خاصة بعد أن باتت الطائرة البريطانية التي تمتلكها غير صالحة للاستخدام بسبب قطع العلاقات مع بريطانيا ومنع وصول قطع الغيار لمصر. في نوفمبر 1959 جاء إلى مصر خبراء طيران من ألمانيا بهدف تدشين مشروع كبير لإنتاج الطائرات المقاتلة، ما شكل نواة لصناعة مصرية خالصة في مجال الطيران، خاصة بعد انتقال الشركة الإسبانية ميسر شميت إلى مصر عام 1960 لتبدأ تعاونا مع مجموعة المهندسين الألمان في مصانع حلوان لتصنيع طائرة تحت اسم هو HA-300، أي حلوان 300، بتصميم على شكل جسم ضيق ونحيل وصغير يشبه الصاروخ بوزن لا يتجاوز 2.2 طن فقط، رغم إضافة أجنحة مع مثبتات علوية مثلثة، ما يمكن الطائرة الخفيفة من الصعود لارتفاعات كبيرة بسرعة والتحرك بسهولة ورشاقة مع تنفيذ مناورات خاطفة تتضمن الالتفاف والدوران والتدحرج بسرعة فائقة.
وقد كان الأداء القتالي للطائرة المصرية حلوان يشبه أداء طائرات الميراج الفرنسية والاف 104 الأمريكية، على الرغم من الفروق الكبيرة بالحجم والوزن، حيث كانت الطائرة حلوان تعد أصغر طائرة مقاتلة في العالم، وتم تصميمها لتكون سهلة التصنيع والإصلاح، ووجودها في أيدي أي طيار سيكون بمثابة كابوس للعدو حينها، وهو بالفعل ما شكل كابوسا حقيقيا لألد أعداء مصر إسرائيل. فما أن تناهى لأسماع وأعين الموساد بعض تفاصيل المشروع المصري، حتى أطلق رئيس الموساد ما سمي حينها عملية ديموكليس، وتم من خلالها وضع قائمة باغتيال العلماء الألمان المشرفين على المشروع. ومع حلول سبتمبر من عام 1962 نفذ الموساد أولى خطوات خطته، حين أرسل مظاريف متفجرة إلى المهندسين الألمان في مصر لينفجر أحدهم بمكتب أصاب سكرتيرة المهندس الألماني، فيما انفجر مظروف آخر بمكتب مهندس ثان ليقتل 5 مصريين. وفيما بعد تواترت أنباء عن نجاح الموساد باغتيال مهندس، بينما اختفى آخر من دون أن يعرف أحد عنه أي شيء، فيما نجا عالم ثالث من محاولة اغتيال بعد أن أخطأ إصابته من قام بإطلاق النار. عمليات الموساد حينها لم تكن كافية لتوقف مصر المشروع، حتى أن القاهرة أطلقت مشروعا موازا لتصنيع المحرك النفاث المصري E300، وفي المقابل لم يتوقف الموساد الإسرائيلي أيضا. ففي عام 1963 بدأت الاستخبارات الإسرائيلية بملاحقة أسر المهندسين الألمان والمصريين وتهديدهم، لتلجأ أخيرا إسرائيل للخطوة الأكبر باستخدام نفوذها لدى حكومة ألمانيا الغربية حينها لتستدعي مهندسيها ووقف عملهم في مصر. فما كان من ألمانيا إلا الرضوخ بمحاولة إرضاء لإسرائيل بعد الهولوكوست ليعود المهندسون الألمان أدراجهم، بينما تكفل الموساد بتحييد المهندسين المصريين واغتيالهم. ورغم كل هذه الضغوط وصل إلى مصر في يونيو من عام 1963 الطيار الهندي النقيب كابيل لينفذ التجربة الأولى للطائرة التي أثبتت أن الطائرة ما زالت غير آمنة وتحتاج للمزيد من التجارب، لتستمر مصر في محاولة إدخال التعديلات والتحسينات إضافة لتصنيع طائرات أخرى. فكان أول ظهور للطائرة القاهرة 200 للتدريب المتقدم في سماء مصر، وقد دخلت فعلا الانتاج الكمي وبدأ الطيارون في مصر التدرب عليها. وتلاها في عام 1965 تصنيع المقاتلة النفاثة القاهرة 300، وكان ينظر لها بحماس كأول طائرة ستدخل مصر مجال صناعة المقاتلات الذي كان وقتها ما زال حديث العهد في العالم. إلا أن استمرار إسرائيل بمطاردة العلماء المصريين ودخول الاتحاد السوفيتي على الخط بتهديد مصر بعدم توريد أي أسلحة للقاهرة في حال لم تتخلى عن تصنيع طائراتها المقاتلة، أدى أخيرا إلى إلغاء المشروع في مايو من عام 1969 قبل أن تخرج الطائرات المقاتلة المصرية من الخدمة تباعا. وقد انتظرت مصر عقودا قبل أن يأتي عام 1991 لتحلق الطائرة حلوان 3 لأول مرة في سماء مصر، لكن ليست كطائرة تدريب أو قتال، بل كطائرة صغيرة الحجم، طاقمها مكون من طيار ومرافق واحد فقط، ولا يتعدى أقصى وزن لها 780 كيلوغراما، وبسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومترا بالساعة، تتناسب مع قوة المحرك ذا قوة 150 حصانا. K8E قصف واعتراض. مع حلول عام 2000 بدأت مصر مشروعها لتصنيع طائرة قصف أرضي ومساندة أرضية، مع إضافة مواصفات تجعلها طائرة اعتراضية لتحمل صواريخ جو، وحينها لم تجد القاهرة حلا أفضل من التعاون مع الصين، حيث وقعت عقدا لإقامة مصر مركزا لإنتاج المقاتلات والطائرات بدون دعم خارجي، مكتفية بأخذ التصميم الأولي عن طائرة صينية
مع إدخال أكثر من 33 تعديلاً مع قمرة قيادة زجاجية تميز الطراز المصري عن الصيني. وما هي إلا أعوام، وتحديداً عام 2010 نجحت مصر بتصنيع المقاتلة K8E التي تمتاز بقدرة عالية على المناورة بمدى واسع من سرعات طيران متعددة، كما تم تزويد الطائرة بأحدث معدات الاتصالات والملاحة والقياس، فضلا عن نظام متطور للتهوية بكابينة الطائرة ونظام هيدروليكي للفرامل وحركة عجلة المقدمة، إضافة إلى نظام إنقاذ عالي الاعتمادية. ومحرك الطائرة نفاث توربو مروحي يتميز بمعدلات اقتصادية لاستهلاك الوقود، فيما هيكل الطائرة مصمم لتنفيذ 14 ألف ساعة طيران بسرعة قصوى تصل إلى 800 كيلومتر بالساعة، وسرعة الهبوط تقارب 160 كيلومترا بالساعة، بينما أقصى ارتفاع للطيران يصل إلى 13.6 كيلومتر، مع مدى طيران يزيد عن 3 ساعات دون تزود بالوقود. وبعد أن صنعت مصر لنفسها نحو 120 طائرة، بدأت تصديرها للسودان والمغرب والعراق وليبيا وفنزويلا ودول إفريقية كثيرة. وبنظرة عامة على سلاح الجو المصري، فهو بات يعد من بين الأكفأ بالمنطقة والعالم، إذ تعتبر الطائرات المقاتلة من طراز F-16 فالكون هي عصب القوات الجوية المصرية بعدد وحدات يقدر ب240، ما يجعل مصر رابع أكبر مستخدم لتلك المقاتلات في العالم. كما تستخدم القوات الجوية المصرية أيضاً عشرات طائرات ميراج طراز 2000، إضافة إلى تطوير 32 طائرة من أنواع F-4 فانتوم الثانية، ميراج 5 و-C-130 هيركليز. وتستخدم مصر طائرات إنذار مبكر وتحكم من نوع E-2 هوك أي، والتي يتم تطويرها حالياً إلى طراز هوك أي 2000. ومؤخراً بدأت القوات الجوية المصرية إنتاج الطائرات GF-17 ثاندر محلياً باستخدام خط إنتاج الطائرات K8E. وأنت، هل تعتقد أن إسرائيل نجحت بإفشال طموح مصر لتكون بين مصنعي الطائرات بالعالم؟ أم أن أمام القاهرة الكثير من الوقت لتصنع مقاتلاتها وتلحق ركب الدول المتقدمة بعالم صناعة الطيران العسكري؟